زكري طبعا مردود ايجابي من خلال تقديم مباراه اليوم بشكل جيد وبشكل رائع. اذا 45 دقيقه انطلقت في الجوله الثانيه. يبدو ان لا هنا يبدو انه ليس هنالك اي تغيير حسب ما هو واضح على رقعه الملعب. ربما نتدارك الامر مع رؤيه مواقع لاعبين على مستوى رقعه الملعب. 45 دقيقه للجوله الثانيه ربما ستكون افضل من ناحيه الاداء، من ناحيه المعطيات، من ناحيه الهجوم و ايضا مواكبه لهذه المباراه. نتابع هذه المحاوله الاماميه، محاوله اشراك اجره، مشات الكره من جديد من جانب عناصر فريق النادي القنيطري. هذه فرصه، الحكم يتدخل ويقول هنالك مخالفه. فهد كردوت، محاوله المرور من الجهه اليمنى، هذا الاخضر ليتيم. كدود اللي كان حاول انه يقوم بمراوغه الاخضر ريتيم، قلت انطلق من وديه وجديه، لعب لفريق الوداد الرياضي ولعب يلعب الان في فريق شباب ريف الحسيمي. ينصر ميلي يتابع هذه المواجهه عن كثب. بورواس الان في تنفيذ هذه الكره، بورواس يسعد لتنفيذ هذه الكره. محاوله داخل منطقة العمليات، فرصة بالراس خطيرة، العارضة تنوب عن الحارس، العارضة تنوب عن الحارس. قبل ذلك هنالك صافرة من الحكم، هشام التيازي ربما يريد أن يعلن عن تسلل. سنتابع من كان تسلل أم خطأ، سنتابع ماذا حدث بالذات من خلال اللقطة الماضية. برواص في تمريرة، ربما في هذه اللقطة بالذات كان تسلل حسب ما قال الحكم. سنشاهد الراية الجانبية، صعب جدا الحكم عليها ولو انها كانت خطيره، صعب جدا الحكم عليها ولو انها كانت خطيره، كانت صعبه داخل منطقه العمليات. وبهذه الطريقه وبهذه الصوره ضاعت الكره الماضيه. يونس الرميلي، ابرز محاوله من جانب فريق النادي القنيطري مع بدايه الجوله الثانيه. محاولة هامة وهامة جدا لتسجيل الهدف. كرة ملعوبة الآن، كرة ملعوبة الآن من الجهة اليمنى. إعادة الكرة الخلف من إجروطة، مشات بورواس، بورواس مرير أمامية ممتازة، تغطية من جانب الطلحاوي، مشات للطايري. هنا عماد أمغار، رجعت من جديد لعناصر فريق شباب ريف الحسيمي في اتجاه التماس، فسح المجال لعماد ومغار من اجل تلقي الاسافات. اعتقد انه طبعا خطا في هذه الجهه. عماد ومغار رجعت الكرة من جديد لصالح عناصر فريق شباب ريف الحسيمي. سعيد زيدي، بناء الهجومي من منطقة الدفاع. خربوش أقرب الكرة، كيخرج الحارس ديانج، خربوش هشام، كرة في خط الوسط. جلب عناصر فريق شباب ريف الحسيمي من الجهه اليمنى. احتفاليه انطلقت في مدرجات ديال فريق النادي القنيطري. هذه فرصه، حاول تقديم كراكاج خاص للجماهير القنيطريه على غرار ما حدث في مدينه تطوان. نقول بانه ربما المقابله المقبله لفريق المغرب الرياضي التطواني مودده، وانه ما يكونش جمهور على اعتبار انه كان ايقاف المقابله تقريبا شي 4 ديال الدقائق. الانطلاقه والفرحه ديال الجمهور كانت كبيره. نشاهدوا الخلف ديال اللاعبين تماما ماذا يحدث، فرحه كبيره وفي نفس الوقت محاوله تحفيز اللاعبين، ولو اننا كنشاهدوا
شوب اصطناعية. علي دي صورة من الصور التي تحدث على مستوى المدرجات، نلقاو في أرضية الملعب 5 دقائق على بداية الجولة الثانية. ضربة خطأ لصالح فريق النادي القنيطري، محاولة من جانب بورواس تمرير، ولكن هنالك تغطية من جانب الدفاع. محاولات من جانب عناصر فريق النادي القنيطري لتأمين البداية والبحث عن الكرة في الخط الأمامي. هذه فرصة مشات من جديد لصالح عناصر فريق النادي القنيطري. كانت من طراوري، إذا صفر مقابل صفر مشاهدينا الكرام. لا زالت المواجهة متواصلة، النتيجة سلبية صفر مقابل صفر. ينصر ميليك ينفذ كرة مميزة خط الوسط، فعالية تغيير في اللقاء صراحة. قابل بهذا الأسلوب بهذا الجو بهذه الاحتفالية فهي كبيرة، ولكن ربما نتحدث عن الجمهور موجود ولكن اللاعبين، ففين هي اللبنة الأخيرة؟ فين هو التهديف؟ فين هو التسجيل؟ فين هي طريقة الوصول للمرمى؟ المعطى ديال المدربين، التكتيك ديال المدربين، الخطط ديال المدربين خاصة الضر، وخاصة حنا كنلعبوا في شوط المدربين 45 دقيقة من الجولة الثانية. فالأكيد أنه الخروج من المسائل الروتينية التكتيكية والدخول في ما يبهج الجمهور، لأنه المحاولات المناورات الأهداف الفرجة، فهذا هو المطلوب في أي مباراة. كيف كنشاهدوا مشاهدينا الكرام، طبعا الجانب من الجماهير أو الجانب من اللاعبين ديال فريق النادي القنيطري خلفهم مباشرة الجماهير القنيطرية التي تتفاعل مع كل حركة. هنا عبد الصمد المباركي يستعد لتنفيذ هذه الكرة. عبد الصمد المباركي كرة ملعوبة في الخط الأمامي، رجعت من جديد لعناصر فريق النادي القنيطري. محاولات البناء، محاولات للتقدم. هشام خربوش عنده الكرة، كيهدأ اللعب، الحكم يعلن عن إيقاف المباراة بحكم أنه اللاعب سعيد الزيدي مصاب. شاهدوا التدخل الأخير، سعيد الزيدي الذي أصيب في الاحتكاك الأخير كما قلت الوداد المعارض لفريق شباب ريف الحسيمي. أتمنى أن الإصابة ما تكونش مؤثرة. الجماهير القنيطرية اللي كتتابع بشغف ما يحدث. خليفي على الصورة، وهو أحد اللاعبين السابقين في صفوف فريق النادي القنيطري. هنا الجماهير ديال الفريق فريق شباب ريف الحسيمي اللي تنقلت من مدينة الحسيمة صوب مدينة القنيطرة لمتابعة أطوار هذه المقابلة. احتفالية كبيرة على مستوى المدرجات صراحة، احتفالية كبيرة بحضور جماهيري مميز في المباراة. كنقول بأنها مباراة أيضا جميلة في هذه الأمسية، ولكن أهداف المتعة. هز الشباك، جوج محاولات الأبرز في الجولة الأولى، غير ذلك فكانت جولة للنسيان. فينا أخرى الصوت للجمهور اللي الواضح أنه مدعم ويحمس اللاعبين. رقعة الملعب، تبعد الكرة، تبعد الفرصة مباشرة عند ينصر ميلي. الكرة مشات مباشرة للجهة اليسرى لعناصر فريق شباب ريف الحسيمي. نذكر بانه قلت الدوري الوطني المغربي مبتور من 3 ديال المباريات بحكم مشاركه الفتح الرياضي الرباطي، الوداد الرياضي، الجيش الملكي في المنافسات الافريقيه، وبالتالي كنتمناو كامل التوفيق للعناصر او الفرق التي
تمثل العلم المغربي في المشاركات الافريقيه. فاكيد انه كل فريق له ويطمح للوصول لابعد مستوى، وذاك ما نريد، ذاك ما نريد. الطفره النوعيه والطفره الرياضيه على مستوى الانديه في المشاركات الافريقيه نتمنى انها تكون جيده، لا في كاس الاتحاد الافريقي ولا حتى بدوري ابطال افريقيا، المنافسه الابرز وهي الاولى في منظومه الاتحاد الافريقي. كره مباشره الى خارج ارضيه الملعب. علي جانب الجماهير التي تتابع اطوار هذه المواجهه، يمكن نقول بانه صوره معبره. الملاحظه اللي بدينا كنلاحظوه حتى في الدورات الاخيره ونقولوا في السنوات الاخيره، والاقبال ايضا حتى من جانب النسويه على المتابعه لمباريات الدوري الوطني المغربي، وخاصه ولوج الملاعب ومتابعه المباريات. فنتمنوا انها تكون بادره خير، وايضا طفره نوعيه من الجماهير المغربيه، مش انه يكون يوم متابعه المباراه يوم عيد ويوم للتلاقي والتعرف بشكل افضل. علي مشاهدينا رجعوا المقابله اللي بقات حتى الان صفر مقابل صفر، جوله اولى ب 45 دقيقه لم تكن كافيه لتغيير هذه النتيجه. وحتى هذه اللحظه في الجوله الثانيه بعد مرور بطبيعه الحال نسير مع معاينه اطوار هذه المواجهه لوصول ل 15 دقيقه. دقيقة فرصة خطيرة جدا، محاولة وهدف، هدف أول في اللقاء، هدف أول في اللقاء لصالح فريق شباب الريف الحسيمي، هدف أول في اللقاء لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. طبعا فرحة عارمة وكبيرة جدا، والمسجل من جانب فريق شباب الريف الحسيمي واللاعب فؤاد الطلحوي الذي يتمكن من تسجيل أول هدف في هذه المقابلة. رقصة خاصة من مدينة الحسيمة للعب فؤاد الطلحوي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول في هذه المقابله. 1-0 1-0 عبد الصمد المباركي، تمريره داخل منطقه العمليات، محاوله لاتمام الكره من جانب الغنجوي. هنا الطلحوي كينزل الكره ديالو في نفس الوقت كيكمل الكره. اذا 1-0 بشكل جيد. إذا 1-0 هدف أول، يمكن نقول بأنه ينعش فريق شباب الريف الحسيمي الذي سيصارع في الدورات المتبقية على المراكز الأربعة الأولى، وبالتالي يعمق جراح فريق النادي القنيطري الذي يرغب صراحة لتقديم عرض كبير، ولكن استقبلوا لهذا الهدف الأكيد أنه يعمق الجراح النادي القنيطري. صراحة صعبة وصعبة بشكل كبير. هذه كرة خط الوسط، تحضير للبناء، تحضير للعملية الهجومية. اللاعبين ديال فريق النادي القنيطري غادي يسمحوا أسرع في تنفيذ العمليات، غادي يبحثوا بشكل كبير على السرعة في وصول المرمى، المرمى ديال يونس الرميلي حارس مرمى فريق شباب الريف الحسيمي. تابعوا هذه المحاولة، في حين ربما لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي انهم يرجعوا للخلف ويحاولوا ما امكن يعتمدوا على المرتدات الهجومية، على اعتبار ان فريق شباب الريف الحسيمي حتى الان فهو محقق نتيجة ايجابية، وحتى التعادل خارج القواعد فهو نتيجة ايجابية فريق شباب الريف الحسيمي، وبالتالي فالضغط وكل ضغط على لاعبي فريق النادي القنيطري. جمهور كبير مثل جمهور ديال فريق النادي القنيطري تشاهد الوضعيه الصعبه الان، فاعتقد انه المسانده ديال الجمهور كانت لا مشروطه في مجموعه من المباريات، يعني حاضرين متنقلين موجودين، ولكن من اللاعبين المفروض انه تكون بالوراء لهذه المجهودات، يكون تسجيل الاهداف، الاهداف كتعطي النقاط والنقاط كتحسن في السلم الترتيبي بشكل كبير. علي يتابعوا هذه الكره، فرصه 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 برواس، تمريره مشات من الجهه اليمنى عن طريق تراوري فرصه جميله جدا للنادي القنيطري، ولكن تغطيه من جانب الدفاع، التغطية من جانب الدفاع مشات عند اللاعب عماد مغار. عماد مغار ضاعت منه الكرة، رجعت للنادي القنيطري الآن. محاولة لبناء الهجومي من العناصر القنيطرية للوصول وتضيف كل ميكانيزمات الوصول لمرمى يونس الرميلي. خربوش لديانج، ديانج أمام برواس، ماذا يختار؟ يختار احتفاظ بالكرة، كيحاولوا ما يمكن يمتصوا اللاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي اللي تراجعوا نوعا ما الخلف. إذن ربع ساعة
ربع ساعة على بداية الجولة، الجولة الثانية. كرة ملعوبة لصالح عناصر فريق شباب الريف الحسيمي الآن. من جديد الغنجاوي، شاهدوا الأداء الآن اللي صبح من جانب عناصر فريق شباب الريف الحسيمي، يعني كيتعاملوا مع المقابلة بواقعية وكيحاولوا ما يمكن يحتفظوا بالكرة لأطول وقت ممكن، كيف كنشاهدوا مترابطات صغيرة بين اللاعبين وكيرجعوا الكرة الخلف. هذه كرة أمامية، تحضير الآن. رجعت الكرة لعناصر فريق النادي القنيطري، برواس موزع واللاعب اللي يعتبر دينامو الفريق فهد كردود. برواس ضاعت الكرة مشات عند ديوب، طراوري كيدخل، طراوري كان عنده فرصة تصويب ما عرفش علاش تأخر، مشات عند فهد كردود، فهد كردود كيساند الهجوم. هذه محاولة مباشرة في اتجاه التماس. واحد صفر نوعا ما معرخنة، والاندلسي غادي يدخل سابق المشروع بالقصيري. اللاعب اللي غادي يدخل لأرضية الملعب الاندلسي طبعا هذا التغيير. كرة ملعوبة في خط الأمامي، فرصة فرصة، تحضير من جانب عناصر فريق شباب الريف الحسيمي في محاولة للبناء الهجومي ممتازة، مشات عند عبد الصمد المباركي. عبد الصمد المباركي كيحاول ينطلق، فرصة ممتازة من عناصر فريق شباب الريف الحسيمي ومباشرة إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب بالفعل، غادي نتأكد بشكل كبير من الهوية ديال اللاعب اللي دخل رقعة الملعب، نشير أنه طبعا أعلق على المواجهة فقط بالمعرفة الشخصية للاعبين بحكم متابعة الدوري الوطني المغربي، فهي المشكلة الخاصة بالناديين معنا، وبالتالي فنتمنى نكون موفق عليهم. هذه كرة ملعوبة في الخط الأمامي لصالح فريق النادي القنيطري. بورواس تحضير الان لبناء الهجمات، عناصر فريق النادي القنيطري اللي كيحاولوا ما امكن انهم يقدموا حضور جيد في هذه المواجهه ولو انه متاخرين بنتيجه 1-0 نوعا ما محبطه صراحه. 1-0 ولم الفريق بقيمه ديال النادي القنيطري صراحه محبطه، خاصه انه في موقف صعب. فزوران فيزوفيتش اللي يتابع الكتاب ما يحدث على مستوى رقعة الملعب، يمكن نقول بان الاطار الوطني يعني تفوق على الاطار الاجنبي في هذه المباراه، ولكن ماشي مقياس عام. ف يعني توجه في السنوات الاخيره للمدربين المغاربه، يمكن نقول بان توجه صحيح، لان المدربين المغاربه كيعرفوا قيمه الدوري الوطني المغربي، العقليه اللاعبين واسلوب يعني التعامل. فعلى اي قلت انه ماشي مقياس، دائما ما تختلف الامور. علينا كرة من جديد، برواس عنده فرصة تصويب، من اختار تمرير، فرصة أمامية، خطأ يقول الحكم، خطأ لصالح فريق النادي القنيطري. وهشام تيازي يعلن على بطاقة صفراء أخرى، الأخضر ليتيم، الأخضر ليتيم، ما احتاجش بشكل جيد إيقاف هذه الكرة، تمريرة مميزة من جانب لعب برواس اتجاه إجروتن، توفيق إجروتن، والحكم يقول مخالفة. إذن ضربة خطأ لصالح عناصر فريق النادي القنيطري. متابعة
متابعة ومواكبة لأطوار هذه المباراة. متابعة ومواكبة لأطوار هذه المقابلة. لم تقدم أو لم تبح بكامل أسرارها، ولا زال التركيز متواصل بعد مرور 65 دقيقة. بعد مرور 65 دقيقة على يعني الكيفية والصورة التي يمكن أن تنتهي بهذه المباراة. ضربة خطأ لصالح فريق النادي القنيطري. بورواس يستعيد فرصة، يترك المهمة، تصويبة بعيدة 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 إلى خارج أرضية الملعب. شادو الرواني لم يكن محدود، لم يكن محدود بتاتا. سعيد الرواني 26 سنة، مواليد 1986، اللاعب الذي حاول تقديم عرض جيد وتصويبة موفقة ولكن خانته الكرة الأخيرة. ذكر بأن يونس الدوسري دخل منذ لحظات لعب نادي القنيطري، قلت بأنه لعب سابقا بمشروع عمل بالقصيري وبالتالي انتقل النادي القنيطري. يونس الاندلسي اللي يعتبر من اللاعبين اللي حقوا حضور جيد رفقة فريق النادي القنيطري، ولكن مسألة رسمية ربما كتبقى من خيارات المدربين. نذكر بانه ثلاثة ديال البطاقات الصفراء في هذه المواجهة، فهد كردود من جانب النادي القنيطري، وجوج البطاقات الصفراء من جانب فريق شباب الريف الحسيمي، الاخضر نيتين بطاقة صفراء، وفؤاد الطلحاوي بطاقة صفراء، وبالتالي فالمقابلة من ناحية الأخطاء ومن ناحية الإنذارات نوعا ما عادية. علينا 1-0 1-0 فؤاد الطلحاوي كيتمكن من تسجيل الهدف الأول في المقابلة. فؤاد الطلحاوي اللاعب السابق رجاء الحسيمة، قبل أن يشد الرحال للفريق الذي ينشط على مستوى التبتيل، على مستوى الحضور الجيد في الجهة الشمالية. طبعا نادي شباب الريف الحسيمي لازلنا نتابع معكم مشاهدينا الكرام تفاصيل هذه المواجهة. النتيجة المسجلة 1-0 شباب الريف الحسيمي، يحقق تقدم في النتيجة على حساب فريق النادي القنيطري. تيازي كيدخل صغار الكاك، براعم لمعاينة الكاك وعشق الكاك، عشق الأخضر، عشق فارس سبو النادي العريق. قلت تأسيس 38، أقدم الفرق، أعرق الفرق في الدوري الوطني المغربي، سبق له توج بالبطولة، سبق له حضر في كأس العرش، كان ولا زال من الفرق التي يحسب لها حساب. طبعا متعة خاصة مع فرق الدار البيضاء، مع الوداد، مع الرجاء، متعة خاصة مع الجيش الملكي، متعة خاصة مع الماس، متعة خاصة مع المغرب التطواني، في كل الفرق الوطنية. فالأكيد أننا نتابع عطاء كبير لنادي القنيطري. نفس الأمر لشباب الريف الحسيمية الذي أصبح متوهجا وصعود القسم الوطني الأول لم يكن محض الصدفة بل بعمل جاد قاعدي، هدفه إعطاء صورة جيدة لمدينة مشرقة مثل الحسيمة. وبالتالي فالحضور الآن من خلال ما يبدو في هذه المباراة يبدو أنه للعب على الأربع مراكز الأولى، وربما سيكون جازما أن فريق شباب الريف الحسيمي لم يكن في مخططاته اللعب على الأربع مراكز الأولى بحكم العناصر البشرية، بحكم يعني الانتدابات الأخيرة. كان ربما بتموضع خط الوسط الترتيب، ولكن نتيجة إيجابية تحسب لفريق شباب الريف الحسيمي وتحسب لمن يسهر على إعداد مثل هذا الفريق الذي يعتبر من شبان أو من الفرق التي تحظى بلاعبين شباب. عماد أمغار كمثال، لاعب الإسقاط على أرضية الملعب. طارق وطاح لاعب المستقبل في يعني في حراسة المرمى على مستوى هذا الفريق وأيضا حتى على مستوى
الدولي بحكم انه نودي عليه مره نادى عليه رشيد الطوسي للمنتخب الوطني المغربي، وبالتالي فنتحدث عن فريق الاكيد انه استجمع الهمام ويسير في المسار الصحيح. الان اذا تغيير في هذه اللحظات مشاهدي الكرام، تغيير في هذه اللحظات، كرة ملعوبة خطيرة جدا لكن بين يدي الحارس، بين يدي الحارس بيسترا، مشات الكرة لعناصر فريق النادي القنيطري. حراسة مرمى النادي القنيطري قدمت مجموعة من الأسماء الجيدين، زهير العروبي، عادل الرزاقي، أيوب لاما، أتذكر يعني أسماء صراحة في المستقبل أو الأسماء القريبة طبعا تألقت وكانت حاضرة بشكل مميز رفقة هذا النادي. واليوم نشاهد بيسترا الذي تمنح له الأحقية والآلية ليكون رسميا في هذه المواجهة. 20 دقيقة فقط متبقية على نهاية أو أقل 19 دقيقة فقط على نهاية الوقت القادم للجولة الثانية. نتيجة 1-0، هل هي قابلة لأن تتغير؟ هل بإمكان نشاهد هدف التعادل من جانب النادي القنيطري أم أن فريق شباب الريف الحصيمي سيسعى لتسجيل هدف ثاني؟ تصويبة قوية، تصويبة قوية مباشرة إلى خارج أرضية الملعب من عمر ديوب، اللاعب الذي يلعب بخط الوسط واللاعب الذي يطمح للتسجيل والتهديف. علي عمر ديوب للإشارة في الجولة الأولى، أضع فرصة ثمينة، فرصة ثمينة جدا لا تتكرر، ولي كرة ملعوبة من جانب فريق النادي القنيطري تضيع زاوية يقول الحكم. زاوية لصالح فريق النادي القنيطري. طبعا المنفذ دائما خلف الكرة الثابتة برواس، لعبها أرضية عاود أن تكون كرة عالية في اتجاه القائم الثاني. تحضير الآن، المفروض الضغط، المفروض البحث عن الثغرات من جانب النادي القنيطري للوصول للمرمى. ينصر ميري، فيما فريق شباب الريف الحسيني يلعب مباراة بواقعية كبيرة وبأسلوب مميز. فخوري تدخل أبعد الكرة الماضية، هشام تيازي كنقول بأنه حاضر بالتحكيم جيد في هذه المباراة، عرف كيف يسير بالمقابلة بشكل جيد، حتى اللاعبين ساندوا بشكل إيجابي تحكيم في هذه المقابلة، يعني ما كانش احتجاجات كبيرة، ما كانش يعني أخطاء ربما تستدعي الحديث عن الحكم. بالتالي حينما لا يظهر الحكم بشكل كبير في الصورة فالأكيد أن المباراة تكون يعني جيدة. كرة ملعوبة الآن لعناصر فريق النادي القنيطري، هذه محاولة أمامية، كروما فتقوم يبعد الخطورة في الوقت اللي يحتجوا لاعبي فريق النادي القنيطري على لمسة يد. زوران فيزوفيتش يتابع المقابلة. البدلة الرسمية في الملاعب الرياضية، حاول الآن من جانب عناصر فريق شباب الريف الحسيمي رجعت للكاك لفارس سبو الذي يعاني. سامعوا معي الجمهور، جمهور القنيطري، سامعوا معي الجمهور القنيطري، رغم ان النادي القنيطري متاخر في النتيجه ب1-0، التشجيع موجود الى اخر رمق. كره اماميه، فرصه وبين يدي الحارس ينصر ميني، ممتاز الحارس رميلي ابلا بلاء الحسن في هذه المقابله، الحارس الذي يتمكن من الظهور بشكل مميز. حراسة مرمى فريق شباب الريف الحسيمي الأكيد أنه من الصعب أنه تكون عندك رسمية، خاصة التباري الكبير بين وطاح وبين يونس رميلي، لاعب المستقبل يعني حارس صعب من الفريق الشبان، هو الأمل هو المستقبل، وحارس عنده خبرة راكمة لسنوات عدة، بالتالي هذا الامتزاج هو أهم أيضا. كرة ملعوبة الآن خط الوسط، محاولة من جانب عناصر فريق
فريق النادي القنيطري مترابطات الآن. هذه محاولة في خط الوسط، تابعوا هذه الكرة، فرصة فرصة خطيرة داخل منطقة العملية، إمكانية الدخول. كانت ممتازة، كانت ممتازة داخل منطقة العمليات من جانب فريق النادي القنيطري، خاصة اللاعب رضوان، اللاعب اللي كان قريب وقريب جدا من بلورة هذه الكرة بشكل مميز. نشير أنه بلال الصوفي دخل أرضية الملعب مكان خليل محبوب، وهو التغيير الثاني الذي طرأ على تشكيلة فريق النادي القنيطري في هذه المواجهة. محاولة الآن من عناصر فريق النادي القنيطري، كرة ملعوبة، عبد الصمد المباركي، عبد الصمد المباركي يحاول المرور، طاحت منه الكرة، رجعت من جديد لعناصر فريق النادي القنيطري. كرة من جديد خطيرة لصالح فريق النادي القنيطري. من جانب فريق النادي القنيطري الآن من الجهة اليمنى، تابعوا هذه الكرة، إذن 1-0 مشاهدينا الكرام، لا زلنا نعيش على إيقاع النتيجة السلبية من جانب النادي القنيطري، الإيجابية من جانب فريق، قلت فريق شباب الريف الحسيمي. وكيلي الآن يسعد لدخول إلى رقعة الملعب مكان اللعب، سجل الهدف طلحاوي. شاهدونا الفرصة اللي كانت داخل منطقة العملية والهدف الوحيد في هذه المقابلة. مسطرة ما كانش راضي بتاتا. نتيجة كرة ملعوبة، فرصة، محاولة من جانب فريق النادي القنيطري، صعبة 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 جدا. طبعا لقاء يزداد صعوبة، يقترب من 10 دقائق الأخيرة، يقترب من اللحظات الحاسمة. نتيجة 1-0 جيدة للنادي، نادي شباب الريف الحسيمي. كرة أمامية، عمر تراوري، هو هذا بالفعل ديانك، ديانك التراوري، رجعت خربوش، ديانك خربوش تراوري، بناء العمليات الهجوميه من جانب فريق النادي القنيطري. فالاكيد انه صعب صعب صراحه. محاوله ممتازه خارج ارضيه الملعب. شاهدونا صمد المباركي، تمريره داخل منطقه العمليات، الحارس بيسترى، الحارس بيسترى بغى يبعد الكره ولكن كانت صعبه. نشاهدوا هذه الكرة، فرصة فرصة ممتازة كانت.
10 دقائق مشاهدينا الكرام على نهاية هذه المقابلة. 10 دقائق وينتهي الوقت القانوني للجولة الثانية. كيف سيكون مضغوط فريق النادي القنيطري في هذه 10 دقائق؟ نفس الأمر بالنسبة لفريق شباب الريف الحسيمي. كيف سيكون أيضا المردود؟ كرة ملعوبة الآن في خط الوسط. صفراء إذن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. شادوا الكرة، فرصة فرصة، حاول الدخول داخل منطقة العملية ولكن واضح أنها لم تكن بشكل إيجابي. نشير بأنه القادم في المنافسة فمباراة فريق النادي القنيطري المقبلة. تابعوا الكرة، هناك تابعوا منافسة قوية داخل منطقة العمليات. قلت بأن مباراة النادي القنيطري المقبلة ستكون ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي. بعد ذلك سيرحل صوب مدينة بركان لمواجهة نهضة بركان على أن يعني يتوجه لمدينة الرباط لملاقاة فريق الفتح الرباطي. إذا نتيجة ديال 1-0 نوعا ما على حساب فريق النادي القنيطري، يعني على حساب النادي القنيطري نوعا ما مؤثرة. فريق شباب الريف الحسيمي مشاهدينا الكرام قادم من المواجهات ديالو بالدوري الوطني المغربي، عنده مقابلة ضد الرجاء الرياضي، مقابلة قوية مقبلة. ثم بعد ذلك سيستقبل مرتين متتاليتين داخل قواعد وداد فاس أولمبيك أسفي. يعني بعد ذلك سيغادر صوب مدينة أكادير على أن يستقبل في آخر مباراة بالدوري الوطني المغربي فريق المغرب التطواني. إذن مقابلة أمام الرجاء الرياضي حاسمة وهامة جدا. بطاقة حمراء، بطاقة حمراء. نتابعوا طبعا هذا المعطى كاتب الإداري أو وطح وطح بالفعل كاتب الإداري ديال فريق شباب الريف الحسيمي واقف رفقة حمادي حميد دوش. وطارق وطح سيغادر رقعة الملعب على اعتبار حدث بالضبط، ولكن كان هنالك احتجاج. إلى طارق وطاح يغادر رقعة الملعب. أقل من 7 دقائق على نهاية المقابلة، أقل من 7 دقائق على نهاية المقابلة. الكاتب الاداري لفريق شباب الريف الحسيمي طبعا الذي يرافق فريق شباب الريف الحسيمي في مجموعه من المباريات. ما عرفتش بالضبط في يعني في المنطقه ديال الاحتياط لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي، ولكن يمكن نقول بانه بطاقه حمراء خاصا طارق وطاح لحارس مرمى يغادر رقعة الملعب تماما. عليين يبقوا في المقابلة. الصوفي الزاوية تنفذ داخل منطقة العمليات. النادي القنيطري بإمكانه تسجيل هدف تعادل كما هو الحال بالنسبة لفريق شباب الريف الحسيمي، بإمكانه يسجل هدف ثاني في اللقاء. كرة ملعوبة داخل منطقة العمليات، فرصة محاولة وإبعاد للخطورة في آخر المطاف. رجعت الكرة من جديد لعناصر فريق النادي القنيطري. جوج لاعبين سقط على أرضية الملعب وينضاف إليهم هشام خربوش. فأعتقد أنه المقابلة
خاصة في هذه اللحظات أصبحت متوترة. هناك شادو اللقطة اللي كان فيها الالتحام بين سعيد الزيدي وهشام خربوش، ثم سقوط أيضا لديوب. سعيد الزيدي شدينا اخر خمس دقائق على نهايه هذه المقابله. نقول بانه صراحه ما كاينش استمتاع كبير، ما كاينش مردود كبير في المقابله ككل، كاين حذر النادي القنيطري تاخر بهدف واحد من شباب ريف حسين مكتفي بالواحد الصفر وكيعتمد على المرتدات الهجوميه، يعني ما كاينش المتعه بشكل كبير كما يحب الجمهور الكريم. ومع ذلك يمكن نقول بانه المردود العام وخاصه يعني المطلوب من المواجهه من جانب عناصر فريق شباب ريف الحسيمي في حقه اللي هو 3 ديال النقاط وخارج القواعد، وبالتالي ستحتسب لسعيد الزكري اللي غادي يرتقي في 3 ديال المباريات 9 ديال النقاط. بالنسبه لفريق النادي القنيطري فربما خطيره جدا. جميله قلت فريق النادي القنيطري فربما ستزداد الوضعيه تأزما على اعتبار انه سيتجمد رصيده من النقاط كما اسلفنا سابقا في المركز رقم 14 24 مقابله 4 ديال الانتصارات 10 تعادلات و11 هزيمه اي 22 نقطه 22 نقطه نوعا ما ستترك فريق النادي القنيطري يعاني بشكل كبير في المباريات المقبله التي ستكون مباراه سد. كل مقابله ستكون مباراه سد. بطاقات بدينا كنشاهدهم بشكل كبير، يونسر ميلي، فهد كردوت، سيكو تراوري، الخضر ليتيم، فؤاد الطلحاوي، وبطاقه حمراء لطارق وطاح. يعني يمكن نقول بان يعني البطاقات انتصرت ظهرت بصورة واضحة في هذه المواجهة. كرة ملعوبة من جديد لصالح فريق النادي القنيطري، تمريرة فرصة بالراس مباشرة إلى خارج أرضية الملعب دقائق تقريبا على نهاية الوقت القانوني لهذه المواجهة. والنتيجة 1-0 تخدم مصالح فريق شباب ريف الحسيمي بشكل كبير. كرة في خط الوسط، تحضير الآن عن طريق اللاعب رضوان. هذه محاولة في خط الوسط، عماد عمر، محمد الطايري، البناء الهجومي في خط الوسط الآن، الطايري أمامية من ديوب، مباشرة فقط لدفاع فريق النادي القنيطري. تحضير بورواس، إذن هدف واحد في اللقاء من توقيع اللاعب فؤاد الطلحاوي، غير ذلك فمقابلة تظل بنتيجة ديال 1-0. يعني ما شدناش محاولات كبيرة خاصة في الجولة الثانية. الجولة الأولى طبعا عبد الصمد المباركي ارتطم الكرة بالعارضة الأفقية. هذه محاولة الآن من جانب فريق النادي القنيطري، الاعتماد على خط الوسط في بناء الهجمات، محاولة الارتقاء للخط الأمامي بشكل أفضل.
خربوش بورواس بورواس خمسة ديال دقائق كيدا في الحكم خمسة ديال دقائق كيدا في الحكم تبع هذه الكرة فرصة فرصة ولكن هنالك تغطية كوروما فاتوكوما يبعد كامل الخطورة خمسة ديال دقائق هل سيتمكن فريق شباب الريف الحسيمي من الدفاع عن هذا التقدم وعن ثلاث نقاط المسجلة في جعبته حتى الآن عبد الصمد المباركي كينطلق فرصة كتضيع كرة كترجع من مامادو ديانغ تحضير الآن من عناصر فريق شباب الريف الحسيمي مباركي محاولة مشات مباشرة لصالح فريق شباب الريف الحسيمي عن طريق الخضر ريتين مراد الناجي على الصورة الشرقاوي طريق الشرقاوي السعيد للدخول إلى أرضية الملعب نشير على أنه جميع التغييرات أو فريق النادي القنيطري استنفذ جميع التغييرات بعد يعني ما عينا دخول الأندلسي بلال صوفي ومراد الناجي لأرضية الملعب حين فريق شباب الريف الحسيمي يعتمد على طريق الشرقاوي ياسين الوكيلي جوج اسماء خلال التغييرات اللي يعتمد عليهم فريق شباب الريف الحسيمي جوج ديال الدقائق تقريبا اللي مضات على الوقت بدل ضائع المحدد خمسه ديال الدقائق الاخضر ريتيم مباشرة في اتجاه تماس كريم اليوسفي إذن نعيش معكم مشاهدينا الكرام تفاصيل الدقائق الحاسمة من عمر هذه مواجهة ضربة خطا لصالح فريق النادي القنيطري دائما خلف الكرة الثابتة برواس بورواس رشيد بورواس كيستعد تنفيذ داخل منطقة العملية ولكن تغطية رجعت من جديد لخط الوسط محاولات من جانب عناصر فريق شباب الريف الحسيمي للقيام بالهجمة المرتدة المضادة النادي القنيطري الآن يرخي بكامل ثقله على المعترك ديال فريق شباب الريف الحسيمي أمور تزداد صعوبة مع مرور الوقت نتابع هذه الكرة تحضير سعيد رواني رجعت الكرة للحارس محمد بيسترا بالراس أمامية تراوري عند سعيد رواني كرة النادي القنيطري فرصة إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب مامادو ديانغ على الصورة صعيبة 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 المواجهة النادي القنيطري في هذه الوضعيه بدات اعتقد انه الامور استعدت صعوبه كريم يوسفي يسعد الدخول ربما ارتحل المدرب انه يؤخر دخول كريم يوسفي لانه ادخال كريم يوسفي في هذه اللحظات فقط لربح بعض دقائق كره اماميه محاوله من جانب فريق شباب الريف الحسيمي في اتجاه تماس اخر التواني عيش الدقيقة الأخيرة رشيد بورواس رشيد بورواس محاولة مشات للجهة اليمنى تمريرة الحارس الرميلي وغادي يسقط الأرضية الملعب وياخذ الوقت ديالو الكافي وبعد ذلك يواصل المواجهة إذا مشاهدينا الكرام يبدو أن المقابلة تسير لتخدم مصالح فريق شباب الريف الحسيمي اكثر من النادي القنيطري تبع هذه الفرصه مازال ما انتهتش مشات عند ديوب تمريره في اتجاه عبد الصمد المباركي اللاعب الذي يحاول ويناور في الخط الامامي وحيدا كره ممتازه في غياب التسلل خطيره 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 فرصه خطيره القاضيه في المباراه
الهدف الثاني من صابر الغنجاوي ينهي من خلال مباراة اليوم 2-0. هدف ثاني للفريق الشباب الريف الحسيمي يقضي على امال فريق النادي القنيطري على الاقل في اقتناص نقطة ثمينة من هنا من الملعب البلدي بمدينة القنيطرة. هدفين مقابل شيء، اكيد ان النتيجة ايجابية لفريق شباب الريف الحسيمي، وارضت هؤلاء المناصرين الذين اتوا من مدينة الحسيمة، كما ارضت المناصرين الذين يتابعون عن كتب عبر القناة الرياضية لهذا النادي، النادي الذي يضرب بقوة هنا من مدينة القنيطرة ويسجل ثاني الاهداف. هدفين مقابل شيء، يعني كان سيناريو غريب نوعا ما على اعتبار ان النادي القنيطري كان الاقرب لتسجيل هدف التعادل، ولكن الهجمه المرتده العكسيه في غياب حاجز التسلل وهدف ثاني يعني نهايه المباراه، واكيد ان نتيجه يمكن ان نقول غير مرضيه تماما، غير منصفه ان صح التعبير لنادي القنيطره العريق الذي يبدو انه اليوم تلقى يعني صفحه وان كانت من جانب فريق شباب الريف.